قبل إجرائها لعملية جراحية في قلبها الذي أنهكه المرض، قال لها زوجها: أوصيك بابنتنا، اعتني بها جيدا وأخبريها أنني أحبها جدا. جملة لم تفهم الزوجة معناها إلا بعد العملية. استفاقت من التخدير، دارت بنظرها أرجاء الغرفة، الطبيب، أبوها، أمها، ابنتها يحيطون بها. أين زوجي؟ أين زوجي يا أبي؟ أين زوجي؟ ابنتي، إن زوجك تبرع لك بقلبه وترك لك بقية حياته. لم يتحمل جسدها الخبر بعد العملية، تسارعت دقات قلبها وفجأة ماتت دون أن تعلم أن أباها كان يمزح معها وأن زوجها كان بالحمام عم بشخ.